مرحبا. بحلقتنا اليوم رح نتعلم نعمل رسمة، بس رسمتنا كتير بترتكز على الأشكال، وكمان رح ندخل فيها ألوان كتير حلوة، هيك بكون صار عنا أشكال وألوان متنوعة. من ضمن الأشكال يلي رح نتعرف عليها اليوم هو شكل الدائري، يعني شكل الدويرة، والشكل البيضاوي، يعني الدويرة كيف ممكن نضغطها حتى تصير بشكل بيضاوي أو أوفال. رح اليوم نعتز لرسمتنا ورق أبيض وتلوين، واخترت كمان قلم رصاص وقلم فاتر لتحديد الأشكال من بعد ما أكون رسمتها. لكن ركزوا منيح معي، وإذا معكن قلم وورقة ارسموا معي، وإذا ما لحقتوا تلونوا فيكن ترجعوا أكيد تلونوا بعدين. رح نبلش ونشوف اليوم كيف ممكن نعمل شكل دويرات وأشخاص، يعني شخص عم يتبع هيدا الأشكال. رح نتعلم اليوم نرسم شكل بنت، أكيد أنتو بتسموها مثل ما بدكن. رح نعمل بنت مبتسمة وقصة شعراتها كمان بطريقة دائرية، لكن أنا عملت شكل وجه البنت. ركزوا منيح كيف رح نعمل شكل جسم البنت. بستعمل المحاية بحال غلبطت، عم بعمل هون شكل ايديا، هون عم بعمل كم القميص، ورح حدد هون مثل دويرة حتى اعمل لها ايديا، يعني هي عم تعمل شكل دويرة كأنه عم تحضن شيء. لكن هون اعتمدنا على شكل دائري، نحسن الشكل أكتر. مثل ما شفتوا هون بالرسمة في الدويرة يلي بين إيديا ودويرة راسها للبنت. رح ننتقل للتلوين. أنا هون اخترت تلوين الخشب، انتو فيكم تختاروا الفاتر، البنتور، لام الشمع، حسب التلوين يلي انتو بتحبوا تلونوا فيه. الرسمات يلي رح نتعلم نعملهم اليوم تابعين لبعضهم، يعني ركزوا منيح للألوان يلي رح نستعملها لأنه رح نرجع نكررها بغير الرسمات. لكن أنا هون عم لون قميص البنات، أنتو فيكن تختاروا ألوانكن المفضلة أكيد. أرجع حدد الأشكال يلي رسمتها بلون الأسود. هيك بكون صار عندي أول شكل للبنت يلي عملت لنا شكل الدويرة بإيديا. رح ننتقل لشكل تاني، رح نرسم البنت
كمان بنفس طريقة الشعر ونفس دويرة الوجه، يمكن فيكم تعملوها بحجم مختلف. هون البنت رح تفاجئوا شوية، ما بتحدد شكل دائري، بس هلأ شوفوا شو رح نعمل فيها. نحدد لها القميص، هون إجرة، ورح أعمل البنت قاعدة ضمن دويرة. رح أنتقل لمرحلة التلوين. أكيد من بعد التلوين رح نرجع نحدد الشكل. فيكم كمان تزينوا الدويرة يلي البنت قاعدة فيها. رح نرسم بعد شكل للدويرة. رح نعمل هلأ البنت، بس انتبهوا منيح هالمرة راسها كيف رح يكون، مش كل راسها مبين. هوني ايديا، يعني أنا هون عملت البنت عم تطفش الدويرة، بس الدويرة كبيرة، عملت هون نص شكل نصف دائري، يعني هون عم تطفش نص السيرك. إذا كانت ورقتكم كبيرة يمكن فيكن تكفوا كل الشكل. بذكر انه عم بستعمل نفس الالوان لحتى اعمل لها شكل التيابة، وكمان نفس شكل التياب.
برجع بحدد الشكل بالفلتر الأسود لحتى أبرز الرسمة أكتر. كمان عم زين الدويرة. وبالنهاية بيبقى عنا نتعرف على الشكل البيضاوي. رح نرسم شكل بيضة بهيدا الطريقة، ورح نعمل هون البنت يلي تعلمنا نرسمها. رح نعمل هون البنت قاعدة على الدويرة، بتكون ضغطتها لحتى أخذت شكل البيضة. زخر لها إيدها شوية. رح لون كمان بنفس الطريقة لكن تعلمنا اليوم شكل الدائري كيف بيكون، وشكل البيضاوي يلي بينتج عن شكل الدويرة بمجرد ما نضغط الشكل. هون انا عم بلون كل الشكل، يعني عم بحدد الاحمر على كل الشكل. قبل سبق وحضرت الاحمر على الداير. وهيك بكون حددت شكل البنت، وصار عندي عدة رسمات بيعتمدوا على شكل الدائري والنصف دائري، وكمان بيعتمدوا على شكل البيضاوي يلي بينتج عن شكل الدويرة. ان شاء الله اليوم تكونوا تعلمتوا اشكال جديدة وفكرة جديدة لرسمة، ولونتوها بطريقة كتير حلوة. بتمنى لكم وقت كتير ممتع برفقة هيك رسمات، لأنه أنتوا بعرف رح ترجعوا تعيدوا الرسمات وتعملوهم بطريقة كتير حلوة. بودعكن وبوعدكن أنه رح نلتقى بالحلقة الجاية. انطروني، باي باي.